مساء الخير، هل تبصر الحكومة النور قريبا؟ وهل نحن في انتظار الدخان الأبيض كما غرد رئيس الاشتراكي وليد جملاط ثم حذف تغريدته؟ حتى الساعة لا شيء يبدو محسوما، إلا أن الأجواء إيجابية بحسب ما أعلن الرئيس المكلف الذي زار بعبده حاملا بدل المغلف 2، وقدم للرئيس عون تشكيلته الحكومية من 18 وزيرا مع حقائبهم، فيما قدم رئيس الجمهورية طرحا حكوميا متكاملا يتضمن توزيعا للحقائب على أساس مبادئ واضحة على أن تجري مقاربة بين اللائحة والطرح خلال الأيام المقبلة لمعالجة الفروقات والوصول إلى التأليف. الحريري أكد أن الأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة أعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات، إصلاحات في بلد عشعش فيه الفساد وباتت معظم وزارات الدولة وإداراتها مرتعا له، فيما مسؤولوه يتبادلون الاتهامات. وكم يبدو لبنان فعلا بحاجة لأن يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد. وإلى الفساد المستشري غليان معيشي واجتماعي قد ينفجر في أي لحظة في ظل تفاقم غير المسبوق للأزمات التي باتت فوق قدرة اللبنانيين على التحمل، خصوصا مع الاتجاه إلى ترشيد للدعم على بعض السلع ورفعه عن البعض الآخر من دون توفر آلية واضحة. هذا الغليان الذي سيتجلى في الشارع بدءا بإضراب عام يوم الأربعاء المقبل دعا إليه الاتحاد العمالي العام كمقدمة لتحركات أوسع رفضا للسياسات المدمرة لأوسع فئات المجتمع. البداية من جديد تطورات الملف الحكومي. بجو من الإيجابية وكذلك الوضوح بتأكيد أوساط مطلعة، انعقد اللقاء 11 بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري المكلف منذ 44 يوما تأليف الحكومة الجديدة. وبدا انه لقاء متقدم عن اللقاءات السابقه من حيث المضمون والنقطه التي بلغتها الاتصالات، خصوصا تلك التي حصلت بين لقاء عصر الاثنين الماضي ولقاء عصر اليوم الاربعاء. الرئيس عون تسلم من الرئيس الحريري في قصر بعبده تشكيله حكومه من 18 وزيرا متكامله من حيث عدد الوزراء والحقائب والمكونات الطوائفيه بحسب الاوساط، وقد اطلع عليها الرئيس عون. الرئيس عون قدم في اللقاء للرئيس المكلف طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة اطلع عليه الحريري بحسب الأوساط المطلعة، وقد كان تبادل في وجهات النظر حيال تشكيلة الرئيس الحريري وطرح الرئيس عون. ولفتت الأوساط إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بحثا ومقاربات مشتركة بين لائحة الرئيس المكلف وطرح الرئيس الجمهورية، على أن الرئيس الحريري في تصريحه بعد اللقاء الذي استمر 60 دقيقة كرر وحرص على التأكيد على وصف الجو بالإيجابي وسيعود قريبا للقاء الرئيس عون. شرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وقدمت له تشكيلة كاملة من 18 وزير على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. وعدني فخامة الرئيس أنه راح يدرس التشكيلة وراح نرجع نلتقي بجو إيجابي. أمل كبير أنه نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين ونعيد إعادة إعمار بيروت ونعيد الثقة والأمل للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنساوية. وشكرا. فالأجواء إن شاء الله الأجواء إيجابية. في المعادلة المعروفة بالطابة والملعب أو الطابة بملعب من، يبدو أن الأجواء تشير إلى نقطة واعدة في مسار العمل لتأليف الحكومة. وبحسب التوقعات كما هي الآن وكأن القواسم المشتركة التي ظهرت في اللقاء 11 ستتقدم على التباينات السلبية، فيصبح الملعب شبه واحد وتستخدم طابة واحدة لتسجل الهدف المتمثل بتأليف الحكومة 77 ما بعد استقلال لبنان. بحسب التوقعات الحاضرة، أوساط نيابية مستقلة أفادت تلفزيون لبنان توقعها أن تتبلور الحكومة الجديدة قبيل حلول الميلاد المجيد كعيدية ميلادية، مع الإشارة أيضا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المهتم بالإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية سيزور لبنان قبل يومين 3 من عيد الميلاد.
وفي أول تعليق وصف النائب طلال أرسلان اقتراح الرئيس المكلف لحكومة من 18 وزيرا بالغبن والإجحاف والظلم لطائفة الموحدين دروز، داعيا جميع ممثلي الطائفة إلى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا. في ظل الانهماك بموضوع رفع الدعم عن الطحين والدواء والمحروقات، المجلس النيابي ينتظر أن تضع الحكومة آلية لترشيد الدعم على قاعدة استمرار دعم السلع للفقراء. هنا في المجلس النيابي وعلى مقربة منه في السراي الحكومي يبحثون في مصير الدعم في خفضه أو في رفعه بالكامل واستبداله ببطاقة تموينية، وفي كلا الحالتين نحن من يدفع الثمن باستمراره من أموالنا المحجوزة في المصارف وبرفعه في ظل انعدام قدرتنا الشرائية. فأي سيناريو كارثي ينتظرنا وما هي مواقف النواب من المسألة؟ شو البديل عن رفع الدعم كي لا نذهب إلى الفوضى الشاملة؟ لا، والبديل انك تقدري تأمني هالفرق السعر رح يصير على المواطنين. يعني يا ما بدك تأمني برنامج تمويني او برنامج تمويلي، برنامج تمويلي ما بيزبط الا اذا عملتيه بالدولار عمليا حتى ما يتأثر بسعر صرف الليرة، لانه بلكي طلع سعر صرف الليرة بكونوا راحت قيمتهم اللي اعطيتيهم اياهم. هيدا يلي الحكومة مجبورة تفتش عليه كيف تلاقي له حل ضمن يا مساعدة دولية يا علاقات ثنائية مع غير بلدين، مثل ما عم بينعمل هلا بموضوع النفط مع العراق او غيره، تتجرب تأمن من دون ما تأثر على عمليا على السعر او غيره. بس الشيء الأكيد انه ما فيك تضلك على السياسة السابقة انك انت بتستعمل مصريات الناس، الدولة بتتكرم من الفائض اللي بتعمله بموازنتها، ما بتتكرم من مصريات الناس. ونص ومن وراء هالتكارم اللي صار قبل وتثبيت سعر في الليرة وعطاء هالقدرة الشرائية الكبيرة للناس أدت أنه عمليا كنا عم ندعم لهم الليرة من مصرياتهم مش من مصريات الدولة. أفكار تطرح حول البديل عن رفع الدعم أمام المجلس النيابي، اقتراح قانون قدمه اللقاء الديمقراطي لترشيد الدعم ليذهب إلى المحتاجين مباشرة بدل أن يستفيد منه تجار ويستنزف في التهريب. وفي الحكومة اجتماعات مكثفة والفكرة الأكثر ترجيحا هي البطاقة التموينية. نحن مع تشكيل حكومة توضع خطة اقتصادية كيفية انقاذ الشعب اللبناني من كل ما يتعرض له من ازمات، ومن ضمنها التصدي لمسألة الدعم، مش من خلال مقاربات تستنزف ما تبقى من احتياطي. الدعم لا يجب ان يكون للسلع، يجب ان يكون للاشخاص، لاشخاص معينين. وبفتكر اذا نحن يعني نقر بعجزنا انه منا قادرين نعرف من هم اللبنانيين الأكثر فقراً، معناتها يعني فعلاً دولة فاشلة. صار في تجربة سابقة بوزارة الشؤون الاجتماعية من أيام الوزير بيير بوعاصي، استكملت مع الوزير كيومنجيان، كان في محاولة للوصول فعلاً إلى الأشخاص الأكثر حاجة. بفتكر يجب أن يستكمل هذا التمرين، وفينا نقدر نعرف بظرف يعني أيام وأسابيع نقدر نعرف من هم فعلا الناس الأكثر حاجة ونقدر نوصل لهم. تستمر بنفس الطريقة الدعم، نحن ضده. بدنا آلية أنه يوصل الدعم للناس الفقراء من عبر بطاقات تمويلية، وتدفع يعني إذا كل عائلة فقيرة، إذا عنا عم نقول 60% من الشعب اللبناني صار مستوى الفقر، يعني عندك 600 ألف عائلة، إذا $100 بالشهر هيدي 60 مليون دولار بالسنة، كلها ما بيطلع 720 مليون دولار. فأنا برأيي نروح على بطاقة تمويلية للعائلات الفقيرة اللي نعمل إحصاء حقيقي مع استمرار الدعم، ولكن مع ترشيده بشكل يؤدي إلى وصول هذا الدعم إلى مستهدفيه، إلى الطبقات الفقيرة والتي هي بحاجة فعلا. في الخلاصة، المجلس النيابي ينتظر من الحكومة أن تأخذ قرارها وتضع خطة لترشيد الدعم ليبدي رأيه بما خططت. يبقى أن إلغاء الدعم من دون بديل مجدي ينذر بتداعيات كارثية. على أي حال، ترشيد الدعم أو رفعه، النتيجة واحدة، مواطن سيدفع الثمن في ظل آليات لا تزال غير واضحة، والاتحاد العمالي العام إلى الشارع رفضا لرفع الدعم. بيرنا الشديان. في ظل التحذيرات الداخلية والخارجية من كارثة فيما لو تم رفع الدعم عن المواد الأساسية بسبب عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في هذا الدعم لوصول الاحتياطي الإلزامي إلى الخط الأحمر،
يبدو أن الترشيد هو الحل، ولكن الآليات لا تزال غير واضحة في ظل طروحات عديدة. اليوم الدعم مشكلته أنه عم بيروح للفقير وللغني والمالتي مليونير بنفس الطريقة، يعني عم تقدر أنت تعبي سيارتك إذا كنت أنت مليونيرة أو إذا كنت عاطلة على العمل بنفس السعر اللي هو أرخص من السعودية. سو نحن اللي عم نقوله أنه لازم يصير في ترشيد للدعم. ترشيد للدعم يعني بتعطي مساعدات مباشرة للعائلات المتضررة. هات لأعطيك مثل، إذا اليوم نحن اليوم 5 مليون شخص، يعني عم تحكي أنت 800 ألف عائلة لنقول، إذا أنت عطيتي 500 ألف ليرة أو 800 ألف ليرة أو حتى مليون ليرة لكل عائلة، نعم، لكل عائلة بلبنان، هذه كلها بتكلفك حوالي 100-125 مليون دولار بالشهر، يعني أقل بكتير من 700 أو 800 مليون دولار. طبعا نحن مش لازم نعطي هالقد لكل عائلة، فاللي بيصير هو أنه بدك تجربي تعملي يعني تصنفي مين العائلة اللي عايزة ومين لا. لنقول نجرب نعطي ل 30 40 او 50% من العيال بلبنان، والطريقه هي بتعرفي مين العائله اللي محتاجه او مش محتاجه، بتطلعي على داتا 4 5 6 7 فاريبلز بتشوفي شو هن. مثلا بتطلعي على فاتوره السلولار، اذا حدا عم يدفع فاتوره سلولار 100 دولار بالشهر مثلا، هذا الشخص مش عايز انه يتلقى مساعده من الدوله. بتطلعي على ماركه السيارات كلها موجوده، ماركه السيارات تبع العائله، يعني الرجال مرته اولاده، اذا عنده الزلمه هذا سياره 760 دقم مثلا موديل 2018 ما بيعوز مساعده، اذا عنده سياره عمرها 20 سنه يعني معناتها بيمرق بينجح الفحص. بتطلعي على التاكسات، ضرائب تبع المونسيباليتيز البلديات، حتى اذا عنده املاك كمان من هون بتعرفي مدى الفقر تبعه. رفع الدعم بالمطلق مرفوض من الاتحاد العمالي العام لما يسببه من انهيارات لا سيما المنظومات الصحيه، فيما ترشيد الدعم يحتاج الى حوار. نحن ضد الدعم، ضد رفع الدعم بالمطلق على هذه الامور خاصه الدواء. إذا جينا على المحروقات كمان منشوف أنه كمان المحروقات البنزين هو بيولع الشارع، يعني إذا صار في غلاء على البنزين رح منشوف كمان يمكن توقف العجلة الاقتصادية. إذا ضربنا سعر البنزين بثلاث مرات بيكون نحن أمام توقف العجلة الاقتصادية بالمطلق. يعني أما ترشيد الدعم هذا بحاجة لحوار مع الاتحاد العمالي العام ومع الهيئات الاقتصادية وكافة فئات المجتمع المدني، لأنه ما في حدا يحدد رفع دعم أو ترشيد دعم بدون ما يكون يعني متوجه نحو الفئات المتضررة والفئات المعنية، وبالتالي الاتحاد العمالي العام سيتصدى وقد يتصدى قريبا بالشارع، لن نبقى على الكلام. ويبقى السؤال، إذا قبل رفع الدعم أو ترشيده ارتفعت معدلات الفقر في لبنان إلى نحو 60%، فما هو الحال بعده؟ سؤال برسم المعنيين. يوم الأربعاء المقبل إضراب عام على الأراضي اللبنانية كافة كمقدمة لأوسع اعتصامات وتظاهرات رفضا للسياسات المدمرة لأوسع فئات المجتمع وفق ما أعلن الأسمر. طفح الكيل ولم يعد السكوت جائزا. بهذا الكلام ومفندا الأزمة الراهنة، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر إلى التظاهر وتنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء 16 كانون الأول على الأراضي اللبنانية كافة كبداية لسلسلة احتجاجات ومظاهرات شعبية لوقف عملية رفع الدعم. ورأى أن أي حل حقيقي يجب أن يبدأ مع تشكيل حكومة من أجل عقد اجتماعي جديد يتناسب مع المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن السياسيين والرئيس المكلف يماطلون بتشكيل الحكومة رغم أنها الممر الوحيد للحصول على أي دعم دولي للبنان. مع رفع أقساط التعليم في الجامعات ومع ما يتعرض له موظفو المصارف والموظفون في كل المؤسسات من احتمال الصرف بالآلاف، وتساهم المصارف وجمعية المصارف بهذا الصرف، ندعو بالمناسبة كمان أولياء الطلاب الموجودين بالخارج والمودعين والمصروفين إلى التظاهر أمام جمعية المصارف، لأن هي مسؤولة كمان على هذه النكبات بالشراكة مع مصرف لبنان اللي نحن حلت فينا. ولذلك نعلن رفضنا المطلق لرفع الدعم تحت أي مسمى، تمسكنا المطلق أيضا بتأليف حكومة فاعلة، هذا حقنا كشعب لبناني يكون عندنا حكومة. بناء على ما تقدم، إن الاتحاد العمالي العام يدعو جميع العمال واللبنانيين كافة إلى تنفيذ إضراب وطني عام على كافة
الأراضي اللبنانية، وذلك يوم الأربعاء 16 كانون الأول الجاري كمقدمة لأوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات، إلى حين وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع اللبناني. الأسمر أكد أن الكلام عن بطاقات تموينية سيتم تمويلها عبر قروض أجنبية وليس هبات، أي أننا لا نزال نعمل بسياسة الاقتراض، ولفت إلى أنه لم يتم البحث في موضوع رفع أجور العمال والموظفين. نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف أكد أن رفع الدعم عن الدواء بشكل كامل أمر مرفوض، مطالبا بدعم الصناعة الوطنية للدواء والاستيراد من الخارج الدواء الذي لا بديل عنه، شرط أن يكون الأرخص بالجودة ومن دون المساس بالتأثير العلاجي. رفض نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف رفع الدعم عن الدواء بشكل كامل، وذلك في مؤتمر صحفي بحث في موضوع دعم وترشيد الدواء المستورد وتشجيع صناعته الوطنية، ورأى أن الحل الأفضل لترشيد الدعم الدوائي هو دعم الدواء الوطني والأمراض المزمنة والإسراع في إنشاء مختبر مركزي مما يؤمن الأمن الدوائي والحد من إخراج العملات الصعبة وضرورة توحيد مناقصات الدواء لجميع الجهات الضامنة. إن الحل الأفضل لترشيد الدعم الدوائي يبقى بدعم الصناعة الوطنية التي هي بوليسة التأمين للأمن الدوائي في لبنان. دعم الدواء الوطني الجينيريك والأمراض المزمنة والمستعصية، إعداد لائحة بالأدوية الأساسية اللازمة والأرخص لدعمها، إلزامية تطبيق الوصف الطبي الموحد ويعود للطبيب وحده الحق بإعطائها، الإسراع في إنشاء المختبر المركزي، بهذا نؤمن الأمن الدوائي ووفرا على المواطنين والجهات الضامنة والحد من إخراج العملات الصعبة. أبو شرف أشار إلى أن أصحاب معامل الأدوية يؤكدون أنها قادرة على رفع التغطية من 7% إلى 30%، وأن بإمكانها زيادة إنتاجها شرط دعمها ومساندتها من الدولة. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد غرد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون فقال ليكن خيارنا معا استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات والمنافي لدورنا ورسالتنا، فنبني وطنا قدوة لا دولة على رمال تهوى كلما استقوى عليها الفساد. وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد التفتيش المركزي يطلق منصة إلكترونية تعطي المواطن حق المعرفة في كل الملفات، ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية يرى أن ما من أحد أراد الاستثمار في السلطات الرقابية منذ 30 عاما. في اليوم العالمي للفساد يعاني التفتيش المركزي في لبنان من أزمات عدة، لكنه في المقابل يرفض الاستسلام وأطلق في هذا الإطار منصة إلكترونية جديدة ستعطي المواطن حق المعرفة. التفتيش المركزي الذي أنشئ في عهد الرئيس كميل شمعون تقع على عاتقه اليوم أعباء كثيرة، أولها إجراء الرقابة على عدد كبير من الإدارات بعناصر بشرية قليلة جدا. المنصة الإلكترونية التي طورناها في التفتيش المركزي Impact.gov Inter-Municipality Inter-Ministerial Platform for Assessment, Coordination and Tracking، هي المنصة المعلوماتية المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة بين البلديات وبين الإدارات العامة، وهذا أمر أصبح موجود وأصبح واقع، وواقع سدد خطوات أساسية بنجاح ما يسمى الإدارة الرقمية. اليوم كنت عم تسأل شو دور التفتيش المركزي، قلت لك المهام الأساسية. من مهام الأساسية للتفتيش المركزي التنسيق والتواصل بين مختلف الإدارات والمؤسسات العامة. شيء من قراءتنا لمختلف الواقع الإداري من 3 سنوات حتى اليوم، عدم وجود تنسيق وتواصل بين كثير من الإدارات. رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطي جزم ألا تدخل سياسيا في عمله. أحسن بشكل مطلق وجود أي تدخل سياسي في عمل التفتيش المركزي، وأجزم بأنني لا أسمح لأي سياسي أن يتدخل في عملي.
عطية شدد على أن ما من أحد أراد الاستثمار في الأجهزة الرقابية منذ 30 عاما إلى اليوم، الأمر الذي أدى إلى قلة المفتشين، متطرقا إلى ما يجري في كل عام عند أول شتوة ووضع الطرقات التي لا تراعي السلامة العامة. أجرينا تحقيقات منذ سنتين من وقت عاصفة نورما ومن وقت فيضان اللي صار على الرمل البيضاء، وبالتالي هذه التحقيقات التحقيق النهائي فيها أحيل إلى النيابة العامة التمييزية، وأحيل من ثم إلى النيابة العامة في بيروت، وعلمت أنه أصبح لدى قاضي التحقيق عندما طلب مني قاضي التحقيق في بيروت أن يستمع إلى المفتشين في التفتيش المركزي توضيحا لمضمون التقرير. إذن شغل التفتيش بهذا المكان أنجز. اثنين، أجرينا تحقيق سنة الماضية بالفيضان اللي صار وبال عندما غرقوا المواطنون أيضا في أنطلياس وبدبي، وأيضا أعدينا كل الخطوات التنفيذية اللازم اعتمادها من قبل وزارة الأشغال ووزارة الطاقة ووزارة البلديات بالنقاط الفنية والتقنية وأرسلناها للوزارات من أجل اتخاذ هذه الإجراءات تحصينا للسنوات المقبلة، وها نحن اليوم أمام نفس الأمر. هذا الأمر من الذي راسل فيه؟ الوزير. ليش عم بقول لك بتحملوا مسؤولية؟ إنه اليوم نحن الوزير جاوب إنه أنا كلفت شركة وهذه الشركة هي اللي عم تعمل دراسات اللازمة، ولا اليوم ما عاد إجينا ولا أجوبة تانية بتقول شو عملت هالشركة وما إذا كان صار التنفيذ أم لا. لا بل أكتر، اعتاد بعض الوزراء منذ عقود، من كان الوزير؟ وزير الأشغال السابق وزير فينيانوس. وبدي أقول لك شغلة، هيدا الأمر أيضا على مدى عقود بوزارة الأشغال اعتادوا على تسطير مذكرة تمنع التفتيش المركزي من دخول الإدارات وتطلب من الموظفين لديها عدم تسليم التفتيش المركزي أي مستند قبل مراجعة الوزير. وأنا عندما جرى تكرار هذا الأمر على وقت مسؤوليتي بالتفتيش المركزي صرخت عبر الإعلام، حطيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة وهذه المذكرة أو هذا نوع من المذكرات يعتبر مخالفة صارخة للقانون ولا قيمة قانونية لها، وقد أعطيت تعليمات للمفتشين تنزلوا على الوزارات وبتعتبروا المذكرات مش موجودة، واللي بيطلع قدامكم من الموظفين وبقلكم أنه نحن ما بنقدر نسلم مستندات أو ما بنجي على التفتيش لأنه عنا مذكرة قانونية، بيكون الموظف عم بيخالف القانون لأنه بيعرف أنه القانون اللي بيعطي السلطة للتفتيش مركزي هو أهم من حيلة مذكرة تبع وزير. القاضي عطية تمنى ألا يكون البعض وتحت شعار مكافحة الفساد يقوم بهدم ما تبقى من مؤسسات. الأشغال المتوقفة عند نفق شكة بعد انهيار الجبل منذ ما يقارب 3 سنوات صورة أخرى عن الفساد في لبنان، وكل طرف يرمي المسؤولية على الطرف الآخر. في 29 أيلول الماضي رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا في السراي يتعلق بنفق شكة والأشغال التي لم تنتهي منذ ما يقارب 3 سنوات، ومنذ ذلك الوقت يلاحظ كل من يمر في المحل أن الأشغال متوقفة والمواطن ضحية زحمة سير يومية، إضافة إلى الحوادث على الطريق الذي لا يراعي أدنى شروط السلامة العامة. دولة مهمة، دولة مهمة مثل كل شيء بهالدولة يا أخي. بيقول لك بده يخلص شهر جاي، بتقعد تضربها بعشرة، يعني الشهر بيصير 100 شهر تضرب 100 يعني. قدي عم تقعدوا هون بالعجقة كل يوم؟ بدك تقول نص ساعة، كل ما تمرق من هون عندك نص ساعة واقف هيك بالعجقة. والله يا خي ما نحن ما فينا نقول شيء، يعني ما بنعرف هذا الموضوع، مين مسؤولنا كان عن هذا الموضوع؟ بالنهاية اللي كان مسؤوله بده يتحمل المسؤولية. للأسف نحن عارفين هالشيء وما حيخلص. هلا إن شاء الله بيقلب على شيء زعيم منهم، هو مرق من هون بيقلب عليه للزعيم بيطمهم بيصير بيصلحوه. هلا إلي ساعة بنترال وصلنا ساعة ساعة ومضطر انزل على بيروت. 30 سنة تكون يفلوا المسؤولين اللي عنا بس يفلوا بيمشوا. أنا بترك للقضاء كوني محامية إنه هو يحدد قد في فساد، ما بدنا نحن نسبق بهالموضوع. هيك من 3 سنين لهلا حركة سير، مصاري الدولة مكسورة، نصب، احتيال، بدك إيه؟ منذ سنتين اجتماعات كثيرة عقدت بعيدا من الإعلام وأخرى أمام العدسات لاختيار من سيلتزم المشروع، حتى أن الكباش السياسي عرقل العمل كما يقول بعض المطلعين. الهيئة العليا للإغاثة لم تحرك هي أيضا ساكنا، خصوصا أن موسم الشتاء بدأ، الأمر الذي يهدد بالمزيد من الانزلاقات
خصوصا أن مبلغ 16 مليار و 525 مليون رصدت لمعالجة الانهيار في 11 أيلول 2019 وهو مبلغ يقول المطلعون على القضية إنه ضخم جدا. ويبقى السؤال كما في كل مرة، هل تم تلزيم حائط شكة بالتراضي أو أجريت مناقصة وفق الأصول القانونية؟ ما نراه هنا ليس جبلا منهارا أو زحمة سير اعتيادية، إنه صورة مصغرة عن الفساد المستشري في وزارات الدولة اللبنانية ومن يحوم حول هذه الوزارات منذ 90 إلى اليوم. من أمام نفق شكة، بلال شومان، بيير البيع، تلفزيون لبنان. كازينو لبنان يصارع في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا ويتابع عمله ملتزما كل الإجراءات، ورئيس مجلس الإدارة يؤكد عدم الرضوخ لأي جهة سياسية والاستمرار في مكافحة الفساد. أرخت الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا على كازينو لبنان الذي يقاوم للبقاء بعدما أقفل لأربعة أشهر مع حوالي شهرين بنصف دوام، فكيف يبدو الواقع اليوم في هذا المرفق الحيوي؟ بلش التدهور الاقتصادي عنا نحن من آخر 3 أشهر من هذيك السنة بال 2019، بال 2020 كمل، وخاصة أنه سكرنا حوالي 5 أشهر، يعني 4 أشهر تسكير كامل وشهرين نص دوام. الخسائر تقريبا مقارنة مع هذيك السنة حوالي 30%، بس اللافت للنظر انه لما عم نكون شغال الكازينو عم بيكون الشغل كتير منيح، بس الاكتر شيء عم بيأذينا هو التسكير. كازينو لبنان كان من اول المرافق التي بدأت بمكافحة الفساد دون الرجوع الى المرجعيات السياسية، فهل هذا المنهج مستمر؟ بس انا شفت في مصاريف كتيرة ما انه بحاجة لها كازينو لبنان وما بترد عليه بمردود جيد للكازينو، هيدي وقفناها. هلا هيدي نظرة إدارية لإلي. تدخلات سياسية، كازينو لبنان كانوا معودين إنه تدخلات سياسية بتكون كتير كبيرة فيه. أنا حقيقة من أول ما جيت على الكازينو اتعاملت بملف إداري بامتياز، ما تعطيت فيه بقلب السياسي، وهيدا التعاطي اللي أنا تعطيته خلى السياسيين ما يتدخلوا معي بإدارة الكازينو. فائض الموظفين بقلب الكازينو هو موجود. نحن بهاي 3 سنين اللي قطعت نقلنا كتير من موظفين ما بيعملوا شيء، نقلناهم على الجيمينج، يعني على الألعاب الميسر اللي صار عندهم شغل. بعض الموظفين اللي عندهم شغل أقل من غيرهم كمان عم نجرب نعمل مشاريع جديدة، عم نطرح فكرة البينجو، وهلأ عم نعمل الأونلاين للي إلهم شغل. لأنه أنا بفهم توظفوا بالسياسة، بس اليوم بهذا الظرف البلد اللي عم يقطع فيه والوضع الاقتصادي والتدهور الليرة، خلينا نجرب نلاقي شغل لهالناس وقبل ما نفكر نخدهم على البيت. وعلى أبواب عيد رأس السنة، هل من سهر في الكازينو هذا العام؟ نحن ملتزمين، إذا كان في فتح للبلد على رأس السنة رح منكون، إذا لقى مثل ما عطول كازينو لبنان تحت القانون وتحت كل شيء بتحطوا، خاصة لجنة كورونا اللي يعطيهم عافية اللي عم يعملوا إجراءات كتير مهمة بلبنان. كازينو لبنان كغيره من المرافق السياحية المهمة في لبنان ترنح هو أيضا في 2020 نتيجة الكورونا والأزمة الاقتصادية، فماذا ستحمل له 2021 من كازينو لبنان؟ بلال شومان، بيير البيع، تلفزيون لبنان. وجه مصرف لبنان تعميمين إلى المصارف اللبنانية، الأول بشأن قانون الدولار الطالبي والآخر بشأن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية. فيما خص الدولار الطالبي، طلب المركزي من المصارف استلام طلبات التحويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 193 ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص، على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج. واليوم نفذ أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاما أمام مصرف لبنان وناشدوا تطبيق سعر صرف الدولار الطالبي. ندى الحوت. هلأ آخر سنة، أنا لهلأ قصت ابني مدفعني، معيشته صعبة كتير وعم نسعى نأمن له مصاري، وما معي حساب بالدولار، معنا لبناني وحارمينا نحول له. يعني حتى لما كانوا الصرافين يقولوا انه صرافين نحول للطلاب، ما خلونا نحول، كل صراف يعطينا 100 200، مش حد عبواب الصرافين.
نحن عم نأمن مستقبل أولادنا وما طالبين شيء من الدولة. نحن طالبين حق نعلم شباب أحسن ما يضيعوا. الشاب لما يكون ما معه مسار هونيك هونيك شو بده يشتغل؟ بده يضطر يروح شمال ويمين ويبيع أشياء وننزع مستقبلهم. هربناهم من وضع البلد لنأمن ويرجعوا بشهادات عالية. نحن كل يوم أهل ما عم ننام. أنا كل يوم بنام عم خدتي عم ببكي كرمال ابني. أنا بدي ابني يوصل ويصير وكل اللي هون بدهم أولادهم يصيروا. ببيلاروسيا هاي تاني سنة شو بعملوا أنا سنتي جاي؟ بقول له تعال إذا كان في مجال بعدنا فينا أصلا نكفي له هالسنة. شيء وضع كتير كتير مؤسف وكتير هيك مسؤولين يتلاشوا بأي قرار مضوب أي قانون مضوب. أنا بنيت اثنين بجورجيا بعتهم قبل ثورة 17 تشرين راحوا قبل بأسبوع. نحن وعارفين الوضع بده يصير هيك ما بعتناهم. أنا ما معي دولار عنا حساب لبناني. بعتني هون رجعنا طلبتهم الجامعة إجبار يروحوا لهونيك وهلأ ما بنقدر نحول مصاري وأنا دولار ما معي. يعني إذا بدي أبعت لهم دولار بدي صرف على 8000. نحن عنا الدولار ببلون بانك بفرع الخبيرة ومحاولين قبل منه لابننا. يعني عنا إثباتات وابننا مسجل من قبل 2019 ورغم هيك ما قبل البنك يحول. الآن ب 2019 اكزاكتلي ما حولنا، حولنا من الأو أم تي. شو خصه هو؟ ما احنا كنا قبل نحول من البنك قبل ومصرياتنا بالبنك وبالدولار وبده يعطينا هن باللبنان. هذه هي عينة من معاناة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج. أسعد ظاهر تحدث باسمهم مطالبا بإحقاق الحق وتطبيق موضوع الدولار الطلابي. لقد ضج العالم بفسادكم وما زلتم في جناهجكم مستمرون. نقول لكم إن لم تعدلوا في سلوككم، إن لم تعطوا الناس حقوقها، إن لم تطبقوا القانون بشكل عام والقانون 193 بشكل خاص، فإننا نقول لكم أن سلطتكم زائلة ورياح التغيير لن تبقي منكم أحدا. التلميذ اللبناني ببيلاروسيا عم بينام على الطريق. التلميذ اللبناني ببيلاروسيا بقى لحد هلأ ما دفع قسط جامعته اللي المفروض يكون يندفع بشهر 9. سجل عدد كورونا اليوم 1274 إصابة جديدة و21 حالة وفاة. أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أن سفير لبنان لدى الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قرارا رسميا بمنع إعطاء تأشيرات سياحية للبنانيين وكذلك لجنسيات أخرى بعكس ما يتم تداوله ولا يزال، وبأنه اجتمع بوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي أوضح له أن دولة الإمارات تمر حاليا بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة، حيث يتم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر، وأن هذه الإجراءات تشمل كل الجنسيات ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص. في قصر عبد الرئيس عون التقى النائب جميل السيد وتسلم أوراق اعتماد سفراء. 4 سفراء جدد في لبنان قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. نقلوا إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتعازيهم بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت. سفير تونس بوراوي الإمام، سفير سيراليون علي بابارا كامارا، سفير البرازيل أرمانو ريبارو، وسفير كوريا الديمقراطية الشعبية مون جونغ نام أكدوا للرئيس عون العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع لبنان وبلدانهم. الرئيس عون حمل السفراء تحياته إلى رؤساء دولهم وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية. المراسم والتشريفات المعتمدة أقيمت للسفراء تباعا. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل دعا إلى الاستعداد لمواجهة القرارات المشحفة التي تنوي السلطة اتخاذها قريبا.
بلشوا من جمعة الماضية يخبرونا عن أنه خلص الاحتياط وبدنا نبلش نستعمل احتياط استراتيجي. بلشوا يحكوا بالذهب، بلشوا يحكوا بأملاك الدولة، بلشوا يحكوا بالاحتياط الإلزامي، يعني كل شيء ريزيرف عنا إياها واحتياط عنا إياها لنرجع ننهض بهذا البلد وقتها هن يفلوا. يعني عمليا عم يخلونا عم بيستنسفوا كل قدرات الدولة تيحطونا بالآخر على الأرض، ما يعود عنا قدرة نرجع ننهض بالبلد بالمستقبل. أو بيقولونا أوكي ما بدكم دقوا بالاحتياط، خلينا نوقف الدعم لأنه ما بقى عنا قدرة ندعم السلع الأساسية والبنزين وغيره. عمليا عم بيخيرونا بين هالشرين والسمين أنه نشرب يا هيدا يا هيدا. بعدين اجونا بفتوى جديدة، ايه يمكن رح نرفع الدعم بس رح نعطي مقابلها بطاقات اجتماعية. وهون الفضيحة الكبيرة، هيدي البطاقات كم بطاقة بدهم يعطوا؟ 600,000؟ 700,000 بطاقة؟ 1,000,000 بطاقة؟ أول سؤال لمين بدهم يعطوها؟ هن بدنا نحن نوثق أنه هول الجماعة رح يعطوها بطريقة صحيحة، بطريقة علمية وموضوعية، أو رح يوزعوا لزلمهم. أكيد هيدا باب فساد جديد كرمال يتحكموا برقاب الناس مين بيطلع له بطاقة ومين ما بيطلع له. هي أول مشكلة. تاني مشكلة اعتبرنا أنه وزعوا هالبطاقات بطريقة عادلة وصحيحة، قدي بدهم يوزعوا؟ 1,000,000؟ اليوم في 1,000,000 لبناني تحت حد الفقر. إذا هالبطاقات توزعوا فقط على هالمليون لبناني، شو بيصير بالطبقة الوسطى؟ ورشة عمل عن التعلم عن بعد والتوعية من مخاطر الأمن السيبراني برعاية اللواء عباس إبراهيم. لفت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في ورشة عمل عن التعلم عن بعد والتوعية من مخاطر الأمن السيبراني إلى أن الخطر هو أن الحروب البرية والجوية والبحرية تنظمها قواعد القانون الدولي، لكن حتى الساعة لا توجد قواعد تنظم فضاء العالم السيبراني، وهو أكثر خطورة من الحرب التقليدية المعروفة والتي تبقى عاجزة عن اختراق الخصوصيات، في حين أن المخاطر السيبرانية لا شيء يكبحها أو يصدها في انتهاك الخصوصية، وهي أحد أهم الحقوق البشرية. لذلك فإن ما يجب التركيز عليه هو مجموع البرامج المعلوماتية على اختلاف أنواعها. لا تحتاج الأخطار السيبرانية إلى عناء لتعريفها، بل إلى جهد حثيث في كيفية الحد منها بعد أن تخطت بتهديداتها الحروب العسكرية. فهذا الخطر الرقمي والخوارزمي من طبيعة أمنية قادر على افتعال أزمات في شتى المجالات من دون استثناء، عدا عن أن الخروقات السيبرانية التي تحصل سواء كان المسؤول عنها دول أم عصابات وحتى أفراد قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة بورصات ومؤسسات مالية وسرقة معلومات أو تغيير في مضمونها. وأكد إبراهيم أنه أصبحت الهجمات السيبرانية أولوية عند أمن الدول، وأصبحت غالبية الصراعات الدولية ومصالحها أسيرة تصاعد التهديدات الإلكترونية. رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب لفت إلى أهمية التعامل الصحيح مع المنصات. واليوم تقوم الجامعة بخطوة إضافية في هذا المجال، حيث تطلق بالتعاون مع الأمن العام سلسلة من المحاضرات على الإنترنت تستهدف الطلاب بشكل أساسي بغية تعزيز معارفهم حول الأمن السيبراني ومساعدتهم على الحد من مخاطر الجرائم السيبرانية. إلى هنا تنتهي نشاطنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.